مرحبا، اللي عم يحضر اللي موجود رح نعمل هلا ريفيجن على الكومبليكيشنز اوف اكستراكشن او اوف اكزودونشيا. رح نحكي عن المحاضرتين، المحاضره تاعت بغداد والمحاضره اللي اعطيتكم اياها زياده اللي فيها كيف بنحل الكومبليكيشن. اوكي، كومبليكيشنز ممكن يصيروا during extraction اللي هن pair operative أو inter operative extractions، ممكن الشيء يحدث post operatively بعد ال extraction. ال complications ممكن يكونوا misjudgment من استخدام خاطئ لل instruments، مثلا ب excessive force، ما انتبهنا anatomic يعني ما راعينا الاناتومي، دفشنا شيء صوب الماكسيلري ساينس صوب الفيشل سبيس. رح نحكي عنهم هلا بشكل مفصل. اول شيء الفيلر انه تو سكيور بروبر انستيزيا، بعمل البيشنت ما كان انستيتايزد بشكل جيد، شو اسبابه؟ التكنيك اللي بكون عم ساويه ممكن يكون غلط، الدوزج الاماونت الفوليوم تاع الانستيزيا اللي اعطيته بمنه كافي، الانستيزيا فيها مشكل، فيها صاير اكسبايري ديت، يعني فاتت بالاكسبايري ديت بطلت شغاله، ممكن يكونوا الفاسو كونستريكتورز اللي بالانستيزيا صار لهم اوكسيديشن. اوكي، في عده اشياء رح نتطرق لها هولي بوقت الانستيزيا بتاني سمستر ان شاء الله. اوكي، او مثلا كمان اذا في اكيوت انفكشن، ارياز اوف اكيوت انفكشن واكيوت انفلاميشن، الانستيزيا فيهم ما بيكون ما بياخد بشكل صحيح. اوكي، تاني شيء ريموفال اوف توث، فيلر تو ريموف ذا توث اور روت يوزنج فورسبس اور اليفيتر. مثل ما قلنا قبل بمحاضره الاكستراكشنز انه ببعض الاحيان نحن عم نعمل اكستراكشن بنشوف التوث ازنت يلدنج، ما عم يستجيب التوث بالتكتايل سنسيشن، ما عم بحس انه الساكت عم تعمل بروبر اكسبانجن، ما في بروبر موفمنت للتوث نتيجه الفورسب. اي شود ستوب وري اسس ثينجز، شوف اذا في انكيلوسز هايبر سيمنتوسز، هون بالاكس راي عم نشوف الهايبر سيمنتوس. اوكي، فهون اذا بعمل اكسسيف فورس اكثر ممكن اعمل فراكشر للبكل بليت، ممكن اعمل فراكشر للتوث اتسلف، فلازم خفف البون، افتح فلاب، شيل شويه بون، شيل البون ريزيستنس، ارجع اعمل اكستراكشن للتوث. الفراكشر ممكن يصير فراكشر بالتوث اتسلف، بالكراون، بالروتس تاعوله، ممكن يصير فراكشر للالفيولر بون بليت، ممكن يصير فراكشر بالتيوبروزيتي، ممكن اعمل لاكسيشن او فراكشر بالادجيسنت توث او بالاوبوزنج توث، ممكن اعمل فراكشر للمانديبل، رح نحكي عنهم each one on its own. Fracture of crown or root هي اكثر most common complication بتصير during extractions. في factors اسباب ممكن تكون related للتوث itself، ممكن تكون related للبون، ممكن يكون related الي انا كاوبريتر او كدنتست. الفاكتورز اللي بترجع للتوث ممكن يكون في سيفير كيرفتشر بالروت، ممكن يكون في اكستريم دايفرجنس بالروتس اوف مالتي روت تيث، ممكن يكون في عندي جيمينيشن بالكراون، ممكن يكون في عندي دايلاسيريشن، ممكن يكون عندي اكسسري روت. اوكي، اذا في عندي اكسسيف كيريز او فيري لارج فيلينج او اندودونتيك روت تريت التوث، بيصير هذا التوث بريتل وعرضه انه يكسر. مع الايج كمان سنين بيصيروا يعني البالب تشامبر بيصغر، السبلاي للتوث بيخف وبيصير بريتل التوث اكثر. اذا في هايبر سيمنتوسس، اذا في انكيلوسس، اذا في ريزوربشن بالروت، كله هول ممكن يؤدوا لفراكتشر بالتوث اتسلف. related للبونز surrounding bone is a dense and sclerotic، خاصة بالكبار بالعمر، مثل ما قلنا بالماربل بون ديزيز أو ستون بون ديزيز، بالباجتس ديزيز بيصير البون كالسيفايد وما بيعود في resiliency، وبالتالي ممكن هذا يسبب fracture للتوث. بعض الأحيان ممكن يسبب fracture للبلاي. اوكي، اثنيناتهم possible. اوكي، حسب الثيكنس تاع البليت،
بمحلات مثل دور 8، لانه البليت بيكون سميك اهين انه ينكسر، التوث من انه ينكسر البليت، بس ديبندنج على الكيس. في فاكتورز كمان ريليتد لإلي انا كاوبريتر، يعني عم بستخدم الفورسبس الخاطئ لحتى اخلع السم، عم بستخدم let's say مثلا upper premolar forceps وانا بدي اقبع upper molar tooth، ما عندي البروجكشن، ما حتقعد فت كويس، هي الديامتر تاع الفورسبس اصغر بكتير من الديامتر تاع التوث، تبي لبج الفورسبس انا وعم جرب اعمل موبيليتي ممكن يكسر الكراون مثلا. اوكي ما حطيت البيكس تاعول الفورسبس على السيمنتو انامل جانكشن، تركتهم كورون للسيمنتو انامل جانكشن، ما بكون عم ولد فورس بشكل صح على التوث. اذا الـ البيكس فكروا فرد اللونج اكسس كمان بيعملوا بروباجيشن على سيرتن اريا وبينكسر الروت. اوكي عملت رونج موفمنت، عندي مالتي روت توث دغري بلشت فيجر اوف 8 من الاول قبل ما اعمل له لوسنج للتوث، راح ينكسروا الاي بي سيز، خاصه بس انه بالمالتي روت توث توث في سيفير كيرفتشر، وعم جرب اعمل روتيشن الموفمنت من الاول لحتى اقبعه كمان راح يكسر. اوكي هولي اخطاء مني انا كطبيب. الفيولر بون فراكتشر يعني بالديفكلت اكستراكشن قلنا اكثر مكان ممكن يصير فيه هو الابر كاناين، لانه عم في تو بلينز، وحده الانتيرير بلين ماشيه باتجاه والبوستيرير بلين ماشيه باتجاه، بيلتقوا عند الكاناين، فهون بيصير البون از ثنس بلس الروت تاع الكاناين هو من اطول الروتس بتتم، فبالتالي هون ممكن ينكسر معي البليت. اوكي محل تاني هون حسب بغداد حاطين انه اللور مولر تيث، على اللور مولر تيث هون حاطين انه على البكر او على الليبل، قلت لكم بحياتكم العمليه لازم تعرفوا انه اللينجوال وول اسهل ينكسر، هاوفر هون حاطين البكر اللي حنمشي بكر. اللور كيناين نفس الشيء كمان بيلتقوا اثنين ديفرنت planes مثل upper canine، however the possibility اقل على upper canine هو اكثر سن. اوكي وحسب هون بيلحقوا اللور مولر تيث. هلا ممكن يطلعوا، ممكن يطلعوا attached to each other. اوكي وممكن يطلعوا separate، اذا سوري ممكن يبقوا معلقين بالunderlying periosteum اثنيناتهم سوا، في رجع التوث ساعتها لحتى حافظ على البليت، اعمل له اعمل شوية سوتشنج، اعمله فيكسيشن مع الانتيريور تيث، اعمله اوت اوف اوكلوجن، افتح اكسس اوبننج اذا البيشنت يحس ببين، وبرجع اي سكادجول اكستراكشن افتر 6 to 8 weeks. اوكي اذا طلعوا اثنيناتهم بهالشكل، طلعوا اوت اوف ذا سوكت وبطلوا معلقين بالاندرلاين لاين بيريوستيوم، بدي اتخلص من البون. إذا كان عندي بون جرايندر ممكن أعمل له كراشنج لسمول بارتيكلز ورده وأعمل سوتشنج حواليه، ما كان عندي بدي أعمل سموثنج للريمينينج بون داخل تم المريض، بعمل سموثنج للأجز وبعمل سوتشنج. أوكي الأسباب اللي بتخلي الفراكتشر يصير هن يعني الثيكنس بيكون قليل بالألفيولر بون مثل بالكيناين مثلا أبر كيناين، inclusion of bone plates within the beaks، ما انتبه تحط البيكس على السيمنتو انامل جانكشن، تركت البيكس كانوا قاعدين على الجنجه وقاعدين على البكل بليت من برا، حينكسر البليت او على اللينجوال بليت حينكسر اللينجوال بليت. configuration والشيب، configuration تاع الروتس، configuration تاع الالفيولوس، اذا عندي pathological condition او physiological changes بالبون، pathological مثل عندي sinus tract fistula tract او فيزيولوجيك نتيجه كبر بالسن صار البون سكليروتيك، ما انكسر التوث ممكن ينكسر البون بليت لانه ما بيكون في اكسبانجن جيد، او اذا في انكيلوسيس مثلا. اوكي هذا الساينس عم نشوفه كيف بيفتح الفيستول استراكت او ساينس استراكت. فراكتشر بالماكسيلري تيوبيروزيتي
بعض الاحيان انا عم بقبع الابر سكند مولر واكثر الابر ثيرد مولر. الابر سكند مولر ممكن يكسر معنا، هو افر بالابر ثيرد مولر اكثر بتنكسر التيوبروزيتي، بس تنكسر التيوبروزيتي حيصير في عندي، واذا طلع كليا يعني اذا التوث طلع مع التيوبروزيتي وجات ريفلكتد اوت اوف ذا بيريوستيوم بشكل نهائي، حيصير في عندي اورو انتر كوميونيكيشن كبير. هون بدي اعمل تايت سوتشرينج، بدي اول شيء بدي اعمل سموثنينج للبون اللي باقي بالبون يعني قدام التيوبروزيتي اللي بعده اللي موجود داخل تم المريض. بدي ارجع اعمل تايت سوتشرينج، اوكي اذا كان في انفلاميشن يفضل اعطيه، او بريفيس اذا في كان في كرونيك انفلاميشن بريفيسلي يفضل اعطيه انتيبايوتيك للمريض وبعطيه نيزل ديكونجستنت كرمال ما يصير في كونجستشن بالساينس. اوكي اذا انكسر وهو ايفر بقوا معلقين بالاندرلاينج ميوكوبيريوستيوم، في رجعه لمحله، اعمل تايت سوتشرينج، اعمل سبلنتينج للتوث بالانتيرير تيث له، اوكي بثبته لمده 6 تو 8 ويكس، وبعد 6 تو 8 ويكس بشيله سيرجيكلي. اوكي في افتح اكسس اوبننج بعد اسبوع او اكثر اذا كان البيشنت حاسس ببين، يعني بعمل له روت كانال لبينما ارجع اعمل السيرجيكال اكستراكشن ليتر اون. اوكي بس تنكسر التيوبراستي حيصير في عندي difficulties بالريتنشن للأبر دنشر، وحيصير في عندي profuse bleeding وعلى الأغلب أورو أنتر كوميونيكيشن، وممكن تصير إذا المولر توث كان isolated كان لحاله و subject للأوكلوجين بصير في sclerosis لل surrounding bone ونتيجة غياب الأسنان اللي حده مع العمر دائما الساينس بيكبر بيعمل نوماتيزيشن P N E U M A T I Z A T I O N هيك تنكتب نوماتيزيشن، بيعمل ميجريشن لصوب الألفيولر كراست، ولأنه مثل ما قلنا هو it's a space it's an air space السنان بيروح الريزيستنس القوي لحتى للساينس ده يبقى محله، بصير يعمل اكسبانجن صوب ذا كراست، ف ساينس كبير بصير اندرمايند و بتنكسر التيوبروزيتي، الامباكت مولر بصير اكثر، المولر قاعد فبس افتح فلاب وشي شوي بون is undermined even more انه يكسر. نفس الشيء بالنسبه بس ساينس يعمل نوماتيزيشن كمان بتصير تيوبروزيتي والبون بشكل عام undermined وممكن يصير فراكتشر. اذا عم استخدم الفورسز بالاليفيتر بشكل خاطئ عم بعمل هيوج فورس على المكسر تيوبروزيتي كمان ممكن تكسر. اذا عندي انكلوز ابر مولر توث كمان ممكن يكسر اذا ما خففت ال بون ريزيستنس سيرجيكلي. فراكتشر او افولجن او لاكسيشن للادجيسنت توث بتصير مينلي اذا ما عم باخد مش حاطط الفالكرم بوينت تاعيتي بشكل صحيح، يعني عم بستخدم الادجيسنت توث از فالكرم بدل ما اكون قاعد بالبي دي ال سبيس على الادجيسنت بون، وعم بستخدم الادجيسنت بون كفالكرم. اذا كان التوث بد ديكيت في كاريس ريستوريشن في كاريس سبير في ريستوريشن كبيره معرض الادجيسنت توث انه ينكسر. اذا كان التوث ساوند ما بيشيل الادجيسنت توث كان ساوند ممكن يصير ريلاكسيشن او افولجن. لاكسيشن هو تحريك خفيف، الافولجن هو انه يطلع شوي من السكت، اذا تحرك شوي فيه ثبته بسبلنت لفيو ويكس 6 تو 8 ويكس. اوكي اذا قليل معوز الاندودونتيك تريتمنت لللاكسيتد تيث، اذا كان ممكن اعمل انامولوبلاستي خفيف شوي عن الاوكلوجن شيل التروماتيك بوينتس اوف كونتاكت. اوكي وذاتس ات. اذا صار له افولجن بيكون طلع شوي من محله بدي ارجع اعمل له بريسنج واقعده
باللوكيشن الصح بتاعه. اوكي بعمل شويه انامالو بلاستي، بشيل الهاي كونتاكت بوينت، وما بعمل دغري اندودونتيك تريتمنت، بنطر فور 1 ويك. اذا لقيت البين عم بيخف بضل عم راقبه للتوث على الاكس راي، وبتاكد انه البي دي ال سبيس بعده موجود، لانه اوقات الافالز تيث بس يعملوا هيلينج بصير لهم انكيلوسز، وليتر اون ممكن يصير لهم ريزولوشن. فبدي اعمل له فولو اب، وبدي انتبه انه مي ما مش عم بيصير انكيلوسز وريزولوشن. اذا بقي البين فور مور ذان 1 ويك او البين بقي كثير عم بيزيد، بعمل له اندودونتيك تريتمنت لهيدا التوث، اكيد بكون عامل له سبلنتنج مع الادجيسنت تيث. لا اذا التوث كسر ريفراكتشر له او للفيلينج اللي كان فيه نتيجه لارج فيلينج او كيريس كثير، برجع بعمل ريستوريشن وذ كراون وذ فيلينج وذ وات ايفر. اوكي هلا هيدا بالنسبه للادجيسنت توث. الاوبوزنج تيث ممكن يصير ريفراكتشر او تشيبنج اذا مثلا الفاينل اكستراكشن موفمنت بالفورسبس كان باتجاه الاوكلوزل، ضربت الاوبوزنج توث ممكن اكسترو. دائما بدي اخلي بكل يعني اوكلوزو بكلي او مين بكلي هون حسب المحاضرات عندكم، بس هي يفضل اوكلوزو بكلي بتعرفوا لكم بالحياه العمليه. الاليفيتر اذا تزحلق وضرب كونترالاترال توت ممكن يعمل فيه انجري. اوكي الماندبل فراكتشر، الماندبل فراكتشر اكثر شيء بتصير بالسيرجيكال ريموفال اوف امباكتد لوور ثيرد مولر. اكثر منطقه بتصير فيها الفراكتشر هي قلنا الانجل اوف ذا ماندبل، بتصير وين ما كان. هاوفر اكثر زون الانجل اوف ذا ماندبل، لانه هي محل ما بيلتقي الريمس بالبادي اللي هن تو بلينز ماشيين كل وحده بدايركشن، فهيدي المنطقه بتكون اكثر شيء عرضه. ممكن تصير على السنفيزير ريجن، ممكن تصير على المنتل فوريمن ريجن، مش لا بس عم نحكي وين اكثر شيء على الانجل اوف ذا ماندبل. والفراكتشر بيصير اكثر شيء ديورينج ريموفال اوف امباكتد لوور ثيرد مولر، بكون عم حط فورس كثير كبير مثلا بالوينترز اليفيتر، عندي بوني ريزيستنس اوكلوزل للتوث، يعني الباثوي اوف اكستراكشن لاين اوف ويذدرول منه كثير، في عندي امباكتد توث ما شلت انف اماونت اوف بون اوكلوزلي، ممكن يسبب فراكتشر. ممكن يكون هو البون تاع الماندبل اوريدي اندرمايند باي باثولوجيكال بروسس. اوكي مثلا عندي سيست كبير، عندي سيست كبير عامل اكسبانجن مدوب كتير عظم مثل هون، بتوقع انه طبيعي يصير فراكتشر بشكل سهل. يعني اذا عندي تيومر نفس الشيء، امباكتد توث ذات نفسه هو اذا قاعد بالريمس، اذا كلاس 3 كلاس 3 سي كله بقرب الريمس وفيري ديب، بدي شيل كمية كبيرة من البون لأقدر حركه، وبالتالي ممكن عرض الماندبل للفراكتشر. إذا عندي مثل ما قلنا سيست تيومر امباكتد تيث أوستيوميلايتس عامل انفكشن، البون بطل صحي. أوكي سينايل أترف بالكبار بالعمر عندهم أوستيوبوروسيس، خاصة إذا عندي سنجل امباكتد مولر، هيدا بيكون عندهم ريزولفشن كتير والماندبل صار ويك وبطل ومنه ريزيلينت، مش يعني صار لايبل تو فراكتشر. اوكي لانه صار كتير ستيف، شويه يعني راح ريزيلينسي خالص، شويه بريشر اوقات بيكسر الماندبل. فبدي انتبه اذا اخذت اذا عملت بروبر دايجنوستس كلينيكلي اي كان افويد ذا فراكتشر، وحتى ان كيس كنت متوقعه بعمل له هوسبيتاليزيشن قبل للبيشنت، لحتى ان كيس صار فراكتشر اقدر دغري اعالج بانتر ماكسيلري فيكسيشن او بريجيد فيكسيشن. dislocation of TMJ وقت اللي بنكون عم نستخدم very high forces عادة بالmandibular teeth، وخاصة بالposterior mandibular teeth ممكن تصير بغير أسنان. however عم نحكي وين أكثر شيء ممكن تصير. أوكي كمان باللنكثي procedures ببيشنت عندهم habitual TMJ dislocation، إذا مريض معود كل وقت يصير عنده habitual dislocation بخلي الـ visits short، بريح المريض كل 10 دقايق، بخليه يسكر شوي تمه لحتى ريحه وامنع الـ dislocation. بالـ dislocation اللي بيصير انه الكوندايل moves anteriorly، بتصير anterior articular
امننس، وبصير في عندي لقد جو، المريض ما بيعود قادر يسكر تمه. اوكي الريدكشن لازم يكون يعني معالجه هذه الحاله لازم يكون immediately، لانه اذا طولنا بصير بدنا مصر ريلاكسنس هون ايدين، انه بصير بدنا بدنا نفوت البيشنت جي اي. هيدي عرفوها however بشكل عام بالعيادات ممكن تعطوه للبيشنت مصر ريلاكسنت وتعملوها، هون بدكم تعرفوا انه بتعطوه ممكن مصر ريلاكسنت وممكن تفوتوه على الجنرال انستيزيا تو ريديوس تي ام جي ديسلوكيشن اذا تاخرنا كثير. اوكي فلازم نعمل لها immediate reduction، نوقف قدام المريض نحط الثامبس تاعودنا على الاكسترنال اوبليك ريدج. اوكي قلنا طريقه ثانيه فينا نحط على الاوكلوزال سيرفيس تاعول المولرز. اوكي هاويفر حتى ما يصير لون تروما فينا نلفهم بجوز، بنعمل والاذر فينجرز بيكونوا قاعدين اكسترا اوريلي على اللور بوردر اوف ذا مانديبل، بعمل داونورد بريشر باي ذا ثامبس وذر كانوا على الاوكلوزال سيرفيس او على الاكسترنال اوبليك ريدج، وبعدين سيمالتينس باكورد واوبورد موفمنت اوف ذا مانديبل لحتى رجعه لمحله. بطلب من المريض ما يفتح تمه كثير to limit the mouth movements لكم يوم، ممكن حط له باندج حوالين راسه اربطه لكم يوم لحتى ما آخر، خاصة إذا كان عنده history of recurrent dislocation أو كان هو عنده habitual dislocation، فهيدا بدي يكون careful أكتر معه. البيشنت ممكن يشتكي من traumatic arthritis، اوكي التهاب بال TMJ يعني بالجوينت نتيجة التروما، مثل ما قلنا اذا حطينا high pressure during extraction دايما لازم اعمل proper support للماندبل لحتى خفف ريسك من انه dislocation يصير. اذا كان unilateral dislocation بصير في عندي shift للماندبل يعني deviation للماندبل باتجاه الهيلثي سايد. اوكي بالبايلاترال اذا كان بايلاترالي بيكون عندي انتيرير اوبن بايت وبيكون عندي الماندبل هو بروجنوستيك مقرب لقدام يعني. اوكي طريقه العلاج اذا كان يونيلاترال او بايلاترال هي نفسها، حط بوث ماي ثامبس يعني يوزنج بوث ماي هاندز على الاكسترنال اوبليك ريدج او على الاوكلوزال سيرفيس والفور والاذر فور فينجرز اون ايتش سايد على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. يعني مش اذا يونيلاترال بستخدم ايد وحده، اذا يونيلاترال او بايلاترال بدي استخدم الايدتين. اوكي displacement of root or tooth the soft tissue او soft tissue spaces او maxillary sinus، نحن عم نستخدم الاليفيتر لحتى نشيل مثلا apex او قط هيدا الايبكس او الروت بيتدفش into the soft tissues لما يكون البكل او اللينجوال بون بليت are very thin او فيهم erosion. اوكي فبيندفشوا under the soft tissues. هون كيف بعالجها very simple، بمرق بالاندكس تاعي بعمل palpation بكلي ولينجولي بحس وين المكان تاع هيدا الروت وين موجود، وفي افتح فلافي اعمل reflection بس بالperiosity الاليفيتر حتى بدون مشق وبشيل التوث وبرجع او الروت وبرجع بخيط. اوكي هيدي the easiest dislocation of tooth اللي ممكن تصير. ببعض الاحيان في اسنان بيندفشوا على التيشو سبيسز مثل الابر ثيرد مولر، كتير اوقات اذا لقيناه اختفى ممكن يكون راح على الانفرا تمبر الفص او الانفرا تمبر سبيس. اوكي اللور مولرز ممكن يندفشوا على السب مانديبولر سبيس او على السب لينجوال سبيس. اوكي اذا عندي upper palatal root of a molar بشكل هلا الابر سايد مولر ممكن كمان يندفش اوقات على الساينس، however more probable انه يندفش على الانفرا تمبرال سبيس. اوكي الابر فيرست بري مولر روتس تاعوله والبالاتال روت تاع الابر مولر بدي انتبه لهم منيح على الاكس راي، شوف الثيكنس اوف بون تحت الشنايدريان ميمبرين لحتى لانه اذا كان عندي بيريبيك ليجن مدوب بالبون وما انتبهت اعمل بروبر ودج اقعد الاليفيتر بين البون وبين التوث، اوكي ممكن ادفش قاعد انا على التوث وعم بعمل مش ايزي للروت باتجاه الساينس. اوكي بدي انتبه لهالاشياء. لما يكون الانترم الساينس لارج اوكي وعامل نوماتيزيشن
بصير سهر الدفش بهذا الاتجاه، مثل ما انا اذا في periapical pathology مدوب البون وعم بعمل انا uncontrolled pressure ممكن يصير هذا المشكل. الحل تاعهم اذا فات على السينس اعمل operation اسمها Caldwell lock، اذا فات على الواحد of the spaces بطلب من المريض ما يفتح ويسكر كتير لحتى ما يتحرك التوث بالسبيس. اوقات بعمل X-ray اذا مش قادر حدد وين مكانه بجرب شيله للتوث using a hemostat او تويزر، المهم بس القطه. وممكن كمان السكشن تيب فوتها لحتى اقربه شوي للاكسس من المنطقه الاكسسبل لإلي من السبيس. اوكي هون عم نشوف ابر ثيرد مولر بالهون بالاغلب على بالانفرا تمبرال سبيس منه، لا اكشولي هون بالساينس انفرا تمبرال سبيس بيكون رايح شوي لاترال. اوكي اوقات اكسسيف بليدنج افتر اكستراكشن، هذه اسبابها مختلفه. مثل ما قلنا اذا المريض تلفن لي قال لي عم ينزل دم كتير عندي، اول ساعه بقول له رجع عض على شاشه فور ان اديشنال اور، اذا بقي البليدنج رجع كونتاكت مي، اذا بقي البليدنج ممكن يكون السبب في سوفت تيشو لاسريشن انا ما انتبهت له لازم يرجع لحتى اطب له اياها، ممكن يكون عنده periapical lesion ما نظفتها كليا، قلت بنظفها بالperiapical curette وبتاكد انه صارت الكرات عم تمشي على البون بطلت والصوت بيختلف بس اوصل للبون من بس اوصل من لما اكون بعدي عم شيل الليجن. فهالاشياء بدي انتبه لها بالكرتاج، بدي انتبه اذا كمان كنت قريب الساينس وما عندي كتير thickness of bone ما اعمل opening بالساينس، اذا كنت قريب تحت ال المانديبيلر نيرف او المنتل نيرف ما ضل عم شد كتير بالكرات بشكل انه انزل على النيرف اللي موجود بالبون او النيرف الموجود بالسوفت تيشو. فكمان بدي انتبه هاو ايفر الفيلينج التكتايل سنسيشن بيختلف بس اوصل على البون عن بس كون عم شيل الليجن اتسلف، وبدي انتبه للساينس او للكانال نيرف كانال. اوكي slight oozing of blood طبيعي ضل يعني bleeding from capillaries طبيعي ضل for several hours وبنهار الأبع أو ever bleeding ما في يعني مش once شالت patient القطنة تم دغري بينتلى دم أحمر غامق. أوكي هذا بيكون venous أو دم أحمر شوي فاتح ممكن يكون arterial bleeding، إذا عم ينتلى الدم within نص دقيقة لدقيقة معناتها لا في bleeding، بس إذا عم ينزل عم بحس البيشنت بطعم الدم أو بس يعمل forceful spitting بس يبزق بقوة عم ينزل الدم هيدا معناتها it's regular، هيدا slight oozing من capillaries طبيعي. إذا شال الشاشة ودغري تعبت تم دم أحمر غامق أو أحمر عفريتي يعني ممكن يكون venous أو arterial blood bleeding. اوكي هون بدي اعالج هيدي المشكله. ممكن يكون البيشنت كمان كان عم ياخذ انتي كواجولنت ما مخبرني انتي بليتلت وما مخبرني ما راح عند الطبيب ووقف له اياهم، هون لازم اعمل سوتشرنج، لازم احط بقلب الاكستراكشن سوكت بون واكس او كولاجين سبونج او فايبرين سبونج لحتى اعمل كنترول للبليدنج واعمل فوقهم سوتشرنج. اوكي فلا هيك بطلب من المريض يرجع لعندي. في لوكال فاكتورز بتسببهم مثل اذا عامل انا تشو دامج عامل بون، في كابيلريز عم عاملين بليدنج بقلب البون، هودي اذا انتبهت لهم اثناء السيرجري بدي اعمل لهم كراشنج انا بالانسترومنتس لحتى كسر هول كابيلريز اللي عم يعملوا بليدنج. اذا عندي البيريوستيم عملت له سيفير كاتس فيه كمان ممكن يصير في شويه بليدنج زياده، اذا في جنجيفال لاسريشن وما خيطته كمان نفس الشيء ما كنت منتبه لها بده يرجع مريض لأطب له إياها. كمان إذا عملت injury بلارج arteries مثل greater palatine vessel أو inferior alveolar artery أو vessel كمان هول بيعملوا dealing، كمان بدي انتبه مثلا greater palatine vessel بدي أعمل له clamping وبدي أعمل ligation suture حوالي، مش suture يعني بربط بعمل رباط حوالي. اوكي الانفيرير افيولر فاسل بدي اعمل جود بريشر، ممكن احط هيموستاتيك ايجنتس لفتره قصيره بس ما يكونوا نيوروتوكسيك ما يكونوا بياثروا على النيرف. اوكي ممكن احط كولاجين سبونج او بون واكس واكبسهم
بقلب الساكت لا يعملوا شويه بريشر على النيورو فاسكولار ماندل لحتى يخففوا، او اوفر ما بده يكون البريشر كتير عالي لما يعملوا ياثروا على النيرف، بده يكونوا عاملين شويه بريشر تو كنترول البليدنج. اوكي، اذا بيشنت عنده سنترال بوني هيمانجيوما مثل ما قلنا، هذه قبل المفروض تكون محدده قبل ما ابعله للمريض وديه على الهوسبيتال، اعطيه سكلاروتيك ايجنتس قبل ما ابعله، لانه هون البريدنج ما بيعود يوقف، خاصه بيكون ارتيريال وبيكون قوي وبيكون لايف ثريتنينج كونديشن، بضطر اشيل اعمل شيل سيجمنت من الماندبل، او بضطر اشيل نص الماندبل لحتى اقدر اسيطر عليها. فهو الاشي بدي انتبه لهم. اوكي، البوست اوبريتيف انفكشن ومناطق الاكيوت انفلاميشن، الفاسل وولز بيصيروا ثن وبيصيروا لايبل انهم يعملوا هامرج، فكمان بدي انتبه. سيستميك فاكتورز، مثلا مريض عنده مشاكل بالدم، هيماتولوجيكال ديس اوردرز مثل ثرومبوسايتوبينيا، بيربرا، ثرومبوسايتوبينيا بشكل عام بيكون البليتلت كاونت اقل من 50,000 في الملي متر كيوب بير مليمتر كيوب. اوكي، وبالتالي هون الكولاج، هون البليتلت بلاج صعب انه تحصل، وبالتالي البليدنج بيطول. اذا عنده ريدكشن بالكلوتنج فاكتورز فيتامين كي او غيره، اذا عنده ابسنس بالكلوتنج فاكتورز مثل بالهيموفيليا، هول كلهم بدي اعمل له هوسبيتاليزيشن. مثلا هون عم بحكي الهيموفيليا بدي اعمل له مثلا ثرومبوسايتوبينيا، بده يروح المريض ياخد ادويه ممكن تعلي البليتلتس، اذا كان عنده اوتو اميون ديزيز عم بيحارب البليتلتس، اذا ما عنده اوتو اميون ديزيز او عم ياخد علاج كيمو ثيرابي مثلا موطل له البليتلتس، بده يروح يعمل بليتلت ترانسفيوجن، واكيد بده يكون متحضر لغير اشياء اذا عم ياخد كيمو. او افر اذا كان البليتس اقل من 50,000 ما في بقدر ابعله دغري للمريض. اوكي، اذا عنده هيموفيليا بالمستشفى بدي يكون عامل له، عم بعمل له بنفس الوقت اللي عم بقبعله فيه عم بعمل له بلاد ترانسفيوجن، اذا عم ياخذ انتي كواجلنت دراج عم ياخذ انتي بليتلت، لازم يروح عند الطبيب بتاعه يوقف له اياهم قبل ما اعمل له الاكستراكشن. ممكن اعمل دامج، ممكن اعمل دامج انا كمان للسوفت تيشوز مثل التانج، مثل الفلور اوف ذا ماوث، مثل الجنجيفا رح نحكي عنهم، دامج للجم او لللف، ممكن اعمل لسريشن بالجم اذا ما عملت بروبر ريفلكشن للجنجيفا تيشو فروم اراوند ذا كراون بيفور فورسبس اكستراكشن. ممكن فورسبس تعمل امبنجمنت على الجنجيفا، نحن عم نقبع السن نعمل تيرنج فيها، ممكن ما كنا عامل proper reflection أنا وعم شيله يصير فيه تير بالجزء اللي بعده معلق. مثل ما قلنا ممكن تكون inclusion للجم بالforceps beak، يعني عامل impingement لل soft tissues، blind application للforceps كمان، هولي كلهم ممكن يعملوا laceration بالجم. lower lip ممكن يصير لك crushing بين ال handles وال opposing teeth. okay of the extraction او between the handles بدي انتبه. اوكي، بعمل لهم سوتشرنج اذا كانوا عم ينزلوا كثير دم. اوكي، هلا الدامج تو ذا تانج والفلور اوف ذا ماوث، بدي انتبه الفلور اوف ذا ماوث في اشياء، في ستراكشرز مهمه مثل السبلينجوال جلاند، السبمانديبولر داكت اللي هي الورتنز داكت، اللينجوال نيرف، تانج، هول كلهم بدي انتبه ما اذيهم. عادة الفلور اوف ذا ماوث والتانج بيكون الفاسكولتشر فيه عالي، فبيصير في بليدنج كتير، يفضل اذا كان في بليدنج كتير والكات كبير بالتانج او بالفلور اوف ذا ماوث، يفضل اعمل لهم سوتشرنج، لانه مثل ما قلت لكم الفاسكولتشر فيهم كتير عالي. بدي انتبه دائما اعمل سبورتنج للاليفيتر، وبدي استخدم النون دوميننت هاند لاعمل بروتكشن حتى ما يفوت الاليفيتر ديب انتو تيشوز. دامج للنيرف بتصير ديورينج سيرجيكال اكستراكشن اكثر منها ديورينج سمبل اكستراكشن، يعني بدي انتبه اوقات انا عم بعمل انسجن ممكن اذي النيرفز اللي بيمرقوا بالسوفت تيشوز مثل المنتل نيرف، اذا اخذت فيرتيكال ريليسنج انسجن على المنتل نيرف اريا اللي هي لوكيتد بين
تحت اللور سكند بريمولر او بين اللور سكند بريمولر واللور فيرست بريمولر بهذه المنطقه ما باخذ فيرتيكال ريديسنج انسيجن. اذا بدي انزل بانسيجن فيرتيكلي ممكن مش ممكن على الاغلب رح اقطع النيرف وسبب باراستيزيا. في اللينجوال نيرف كمان بيمرق بالسوفت تيشوز. انا عم بعمل ريجولر اكستراكشن لللور 8 بدي اتاكد انه باعد انه اللينجوال جينجيفا ما لنا امبنت داخل الفورسبس بيكس لحتى ما اذيهم. اوكي وقت اللي بعمل انسيجن وعامل وعملت ريفلكشن للتيشوز كمان اذا كان المنتل فوريمن مثل ما قلنا مارق بالسوفت تيشوز حتى لو ما كنت عامل كات فيه انا وعم بعمل ريتراكشن للفلاب بدي انتبه ما اذي المنتل نيرف لانه هو مثل ما قلنا بيمرق بالسوفت تيشوز ما بدي اعمل له كراشنج للفلاب بدي اشتغل ديليكتلي وجنتلي بشكل رايق حتى ما اعمل تروما على هيدا النيرف. بس شيل بون دايما لازم شيل بون تحت الاريجيشن لانه الهيتنج بيموت النيرف اندنجز وبالتالي ممكن يعمل ثيرمال انجري للنيرف اللي قاعد بالبون. انا وعم بعمل كاتنج اوقات للتوث اللور 8 بدي انتبه ما البير توصل للانفيرير الفيولر كانال اوكي للانفيرير دنتال كانال اللي فيها النيرف وتضرب النيرف. بدي انتبه كمان اذا عم قص فروم باكل تو لينجوال ما وصل الكات تعيد البير لللينجوال سايد لانه على اللينجوال سايد اللينجوال نيرف بيكون مارق بالتشوز وممكن يصير له تروما بمجرد ما البير تدقر فيه. فهو الاشياء كلهم اي شود كيب ذا ان اكاونت. ببعض الكيسز كمان بيكون اللور ثيرد مولر اوقات حتى بس ما يكون امباكتد اوقات ديورنج امباكشن اوقات اذا ما كان امباكتد بدي اشوف الاناتومي تاع الروتس بلاقيه عامل مثل الانسيركلمنت يعني محاوط الانفيرير دنتال نيرف. ممكن انا عم بعمل اكستراكشن او لاكسيشن للتوث يبقى النيرف امبيدد وذين ذا روتس قاعد بين الروتس فحيصير له انجري او تروما للنيرف. كمان دائما الفورس اوف اكستراكشن بده يكون اواي فروم ذا نيرف يعني عندي امباكت التوث ما بدفش باتجاه النيرف دائما بدفش اوكلوزلي لبرا مش ايبيكلي باتجاه النيرف. اوكي الامبروبر يوز ذا الاليفيتر بيعمل تيرنج وديسبيسمنت بالبون فراجمنتس والبون فراجمنتس ممكن يضغطوا على المنتل نيرف لانه مارق بالسوفت تيشوز. ممكن يضغطوا كمان اذا فاتوا بقلب الدنتال كانال وانا عم شد ماني منتبه كمان بيضغطوا على الانفيرير الفيولر وممكن يضغطوا على لينجوال نيرف في حال انكسر اللينجوال بليت انا وعم بعمل اليفيشن لللور 8. يعني بدي انتبه لهالاشياء اذا صار المنتل نيرف او الانفيرير الفيولر نيرف صار لهم انجري بصير في عندي باراستيزيا باللور ليب بيطول بعد ما المريض يفل من عندي حسب الديجري اوف انجري. عندنا الديجريز اوف انجري بالنيرف عندنا نيوروبراكسيا اللي هو السمبلست فورم اوف انجري بيقعد فور فيو ويكس وبيرجع بصحه المريض ويعني دامج بيكون كله ريفرسبل بيرجع للفول سنسيشن بعد فتره. اوكي هيدا البيشنت بس بعطيه فيتامين بي كومبلكس اذا عندي اكزونوتاميسيس هيدا تاني جريد من الانجري. هيدا بيطول اكتر شوي من هيداك بيقعد سيفرال ويكس اوقات شهرين لاربع خمس اشهر ست اشهر البيشنت بيرجع له ممكن يرجع sensation totally وممكن يبقى في شوية alteration بال sensation. علاش انه اعطي vitamin B complex اعطي hydrocortisone او IV hydrocortisone يا اما already يا اما بال IV وحاوله عند neurosurgeon في حال ما كان يصح لحاله. اذا صار عندي cut بالنيرف اذا عشفت صار في كات بيكون صار في نيوروتمسز. نيوروتمسز اللي هو بيصير في عندي كات اكشوال كات بالنيرف وهيدا ما بيمشي الحال زي ما يروح عند نيوروسيرجن. واكيد نيوروسيرجن بيعطيه فيتامين بي كومبلكس بيعطي اشياء كورتيزون مضاد للتوزن لانه البريشر اذا كان موجود كمان حيزيد من السيفيريتي تاعو الباراستيزيا اللي صار. اوكي مثل ما قلنا اللينجوال نيرف بدي انتبه ديورينج اكستراكشن اوف لوور ثيرد مولرز ما يصير انتراب بالسوفت تيشوز
ما يصير اللينجوال سوفت تيشوز اللينجوال جينجيفا اترابت بين الفورسبس بيكس اوكي والمانتل برانش بالبريمودر ريجن. البوست اوبريتيف بين، البوست اوبريتيف بين بدنا نشوف نتيجه شو حصل اوكي. ممكن يكون نتيجه التروما للهارت تيشوز، انا عم بستخدم البيرز، انا عم بستخدم التشيزل اند مالت ليتس سي اوكي. ممكن يكون نتيجه الدامج للسوفت تيشوز نتيجه الرف هاندلنج اوكي. اكثر نوع من البوست ممكن كمان يكون سكندري للانفكشن، اذا كان سكندري للانفكشن بدي اعطيه للبيشنت انتي بايوتكس اوكي. اذا بلس بين كيلرز، اذا بس كان بين مش نتيجه انفكشن بعطيه بين كيلرز او نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري حسب الديجري اوف بين. الديجري اوف بين اعلى بعطيه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اذا كان البين خفيف بعطيه انالجيسكس. هلا نحن اكثر شيء بنواجه الدراي سوكت اللي هو اكيوز لوكالايز الفيولر اوستيايتس، اكيوز لوكالايز اوستيايتس او الدراي سوكت. دراي سوكت اكثر شيء بتصير عندي، كيف بعرفها؟ انا بتلفن المريض بعد يومين، بعد من يومين لاربع ايام، من يوم لثلاث ايام بعد الاكستراكشن، بيقول لي عم بيعاني من الم. الم عاده بيكون شديد، هون محطوط انه ما مودريت تو سيفير، بس هو بشكل عام بيكون اكثر سيفير. انتوا كنتوا تعرفوا مودريت تو سيفير اكوردنج تو ليكتشر. بيقول لي كمان المريض حاسس بهاليتوسس، بريحه نفس كرهه وطعمي مش طيبه. بس يجي لعندي المريض على العياده بالمرر، انا بشوف انه السكت امتي، ما عندي well established blood clot. في عندي blood clot بتكون broken down وبيكون في عندي food debris بقلب السوكت اوكي. بشوف كمان السوكت walls، يعني بتكون denuded socket. كيف بعالجه؟ بعالجه انه اعمل irrigation بورم سيلين، بغسل، ما بعمل ابدا كرتاج دي لانه هيدا acute inflammation acute infection. ما بعمل ابدا كرتاج، بعمل بس irrigation، بحط soothing agent مثل الفوجيل اللي هو زنك اوكسايد، ايودين، بيوتامبن، ايجينول، بتركهم هولي for several days 5 to 7 days، برجع بشيلهم، ما بتركهم اكثر من هيك وقت، ماكسيموم 10 دايز هيدي اذا تاخرت، لانه بصيروا هن بيعلق فيهم الاكل والدبري وبيعملوا سكندري انفكشن. فبعد 7 ايام يفضل 5 to 7 ايام شيلهم، هول بيعملوا سوذنج، بخففوا البين، بخففوا الالم بهالفتره. ممكن اوصف له للبيشنت انالجيسكس او نون ستيرويد الانتي انفلاماتوريز لبينما يبلش البين يخف اوكي. وبوصف له كمان ماوث ووش، دواء مضمضه لحتى نحافظ على الهايجين، لانه السبب تاعه ممكن يكون بور اورال هايجين، ممكن يكون انفكشن، او على الاغلب هو انفكشن نتيجه تروما، نتيجه كومبرومايزد بلاد سبلاي، نتيجه استخدام زائد للفاسو كونستريكترز تاعول باللوكال انستاتكس. يعني اعطيت اكثر ما لازم اعطي انستيزيا كونتيننج فاسو كونستريكتور اوكي. ممكن يكون عنده سيستميك فاكتور مأثر على البلاد سبلاي، ممكن يكون سيفير سموكر مهتم بالكونديشنز. كمان لنرجع للبوست اوبريتيف بليدنج، بوست اوبريتيف بليدنج بدي ارجع كمان بعد ما عالج الكيس شدد على على الميثودز هاو تو كنترول اوف هيموستاسيس. يعني مطلوب منه يعض المريض على شاشه، يلتزم ما ياكل لكم ساعه، ما يلعب بالجرح لا باصبعه ولا بلسانه، الاكل يكون طري بالنهار تو افويد جارجلينج، المضمضه بالنهار نفسه اوكي. اعمل ري انفورسمنت للهايجين، قل له للمريض ما يدخن او ما يعمل نيجاتيف سكشن باول كم ساعه بعد بعد العملية أو بعد الإكستراكشن لحتى ما يصير فيه ديسلوجمنت للكلوت. بوست أوبريتيف سوالين ممكن يكون أدمة، ممكن يكون إنفكشن، ممكن يكون هيماتوما، ممكن يكون كمان إنفيزيما مثل ما قلت لكم. بس إنفيزيما ما بنعتبرها بوست أوبريتيف، ما بتصير بعد يوم أو يومين، بتصير إميديتلي أنا وعم بشتغل أو شيء إنه بس خلص قبل ما يفل من عند المريض بتبلش تبين اوكي. الانفيزيما، الانفيزيما قلنا نتيجه البوشينج اوف اير انتو
لوس كونكتيف تيشوز بعد ما بس تكون فاتح فلاب الهواء بيعبي وبيعمل هيدا السوالينج. الكاركترستكس تاعه انه بتصير دغري اميديتلي انا وعم بشتغل ما بتتاخر يوم او يومين مثل الادما. بس اضغط عليها مثل ما قلت لكم بس اعمل لها بالبيشن بسمع كراكيتس كراكلينج ساوند صوت طقطقه نتيجه تحرك الهواء مثل ما قلنا هيدي عاده ما بدها تريتمنت. بقول له للمريض بس هيدي حتروح بعد كم يوم لحتى اطمن المريض اعمل له اشورنس مش اكثر من هيك. في اوصف له انتي انالجيسيك سوري اذا كان في شويه بين هاو ايفر ما عاده بتكون without pain. الأدمة هلا رح نحكي عن الأدمة. الأدمة بتصير نتيجة يعني هي it's a normal response بعد ما أعمل surgical extraction نتيجة ال cutting of bone نتيجة ال hand نتيجة ال elevation of the flap أو قبل ما بده يكون كتير كبير. إذا كان كتير كبير ممكن يكون أنا زدت التروما. أوكي إذا عملت rough handling للتشوز كمان ممكن تصير. هيدي عادة بتصير نتيجة cessation of lymph drainage بالlymph vessels. عندنا lymph vessels وعندنا blood vessels بالجسم. lymph vessels بس يوقف فيهم drainage بجمع الفلويد بالextra cellular spaces وبيعمل هيدي الأدمة. بنشوف عادة تاني يوم بعد الextraction. أوكي شو بقى بدنا نحكي فيها. اللون تاع التشوز بيكون شوي بيل لانه نتيجه اللمف ما بيكون فيها الردنس الزايد. بينما بس يصير في عندها سوبر امبوزد انفكشن بتصير شوي ردش اكثر بتصير ردش اكثر سوالينج وبنحسها نابضه اكثر لانه نتيجه تدفق البلد اللي فيها الكثير. اوكي إذا عمل persistence for more than one or two days لا إذا بل إذا بقى عم بزيد بالحجم وطول ل several days ممكن يتحول ل infection. أوكي علاج أي ورم بيكون أول كم ساعة بنعطي cold packs cold fomentations من برا بعدين تاني يوم منحط منبلش بالهيت ثيرابي بالهوت فومنتيشنز نحط كمادات مي سخنه اوكي مي دافيه يعني وممكن نطلب منه كمان يمضمض باشياء دافيه بليكويد دافي. اوكي واذا كان في صولت بنساعد لانه بخفف الاماط البكتيريا. اذا في مضمض معه ان اديشن ل ماوث ووش بيكون افضل. هافل ماوث ووش بيجي بيحرق كتير بس يكون في انسجن عادة بأول كم يوم. أوكي مثل ما قلنا إذا كطول في إذا صار في عنده سوبر امبوزد انفكشن بتصير التيشوز فيها شوي ردش بتصير ردش أكتر محمرة شوي. أوكي نتيجة الانكريز بالبلاد فلو بزيد التمبرتشر بنشوف شوية ردنس ممكن أوقات تكون accompanied by fever. بعد كم يوم ممكن يصير لها fluctuation نتيجة تجمع الباس the localization of pus بتشيل fraction متحركة. يفضل نعمل لها drainage إذا فينا intraorally أو extraorally once pus has localized نعمل incision فيها لحتى ننفسها. أوكي ونعطي ال patient antibiotics إذا كانت بمحلات عم تأثر على التنفس تاع المريض ممكن أعطيه IV hydrocortisone للمريض لحتى يقدر يتنفس ما يصير ما يختنق المريض. أوكي في عنا نوع ثالث من السوالينج اللي هو الهيماتوما. أوقات بعمل بانكتشر لفاسل during مثل بالأبر مولر ريجن. إذا عم جرب أعمل بوستيريور سوبيريور ألفيولر نيرف بلوك ممكن أعمل بانكتشر لون أوف ذا فاسلز أو عملت رف هاندينج للتشوز ممكن يصير في عندي بليدنج من الفاسل وجيت قطبت صار سبيس مسكر البلد ما قدر يهرب برات ال الاريا اوف اوبريشن او طلع من الفاسلز وتجمع بالاكسترا سيلولر سبيسز. اوكي بيتجمع بيعمل سوالينج بيعمل بلوش ريد او فايولت ديسكالوريشن مثل ما عم نشوف وبيعمل سوالينج الهيماتوم. يفضل اعطيه للمريض انتي بايوتكس تو افويد
السوبر انفكشن الهيماتوم سوري الادما ما ضروري اعطي دغري انتي بايوتكس. اذا خايف ما يصير انفكشن بعطي انتي بايوتكس. بس تصير بس تصير انفكتد ادما اكيد بدي اعطي انتي بايوتكس وبين كيلرز. هاويفر بالادما بس في اعطي انالجيسكس. اذا حتى احتاط كبروفي ممكن اعطي انتي بايوتكس مش دائما ديبندنج على الكيس. الهيماتوما بشكل عام دائما بفضل اعطي الانتيبيوتكس كبروفي كمان لحتى ما يصير في سكندري انفكشن ويصعب الحاله اكثر. بعطيه كمان انالجيسكس كرمال البين. كمان اي سوالينج ادما هيماتوما اول شيء كولد فومنتيشنز بعد يوم يومين في يبلش بالهيت ثيرابي بالهوت فومنتيشنز وبالجارجلينج وذ هوت فلويدز. اوكي وذاتس ات. في شيء مثل الهيماتوما بنحث الكالر الاكيموسس كمان بلوش ريد ديسكالريشن هيدي بنشوفها اكثر بالكبار بالعمر. ما بيكون في ادما بيكون في بس ديسكالريشن نتيجه لانه التشو تون عند الكبار بالعمر بتصير خفيفه. الفاسز دغري معرضين بشويه تروما خفيفه عليهم انه يعملوا شويه بليدنج. اوكي هيدي بصير في بس ديسكالريشن هون بس بدي اطمن المريض ما في داعي اعطيه شيء للمريض انه هيدي هيدا البروزنج هيدا الاكيموسز رح يروح خلال كم يوم. الانفيزيما اللي حكينا عنه قبل كمان ما بده علاج هيداك بيكون في سوالينج هاو ايفر ما بيكون في ديسكالريشن وبحس بسمع الكرابيتس اللي هو الكراكلينج ساوند نتيجه تحرك الهواء. كرييشن اوف اورو انتل كوميونيكيشن اوقات اذا ساينس عامل نوتيزيشن ساينس كبير او الروت تعود الابر باليتال روت اوف ذا ابر مولر او الروت تعود الابر سكند بريمولر هو اللي بيكونوا قراب من الساينس والساينس عامل نوماتيزيشن عندي بري ابيك ليجن حواليه مدوب البون بس اربع السن بيصير في عندي كوميونيكيشن بين الساينس وبين الاورال كافيتي. اذا هيدا كوميونيكيشن كان كتير صغير اقل من 1 سنتيمتر ما ضروري اعمل شيء بدي شدد بس على اهميه انه ينتبه على الهيموستاتيك ميجرز المريض يعض على شاشه ما ياكل ما يتمضمض افويد نيجاتيف بريشر لكم ساعه. اذا كانت من 1 ل 2 ملم الفتحه ممكن حط كولاجين سبونج واعمل سوتشرنج عليها. اذا كان اكثر من 2 ملم 2.5 ل 3 ملم او اكبر بدي اعمل فديك الفلاب يعني بعمل ادفانسمنت للفلاب لحتى سكر باخد بكل او باليتال فلاب بديكل فلاب او بريدج بديكل فلاب لحتى سكر فيها كومبليتلي سوكت. اوكي لحتى امنع تحول الكوميونيكيشن لفيستولا بعد سيفرال دايز. اوكي وذاتس ات. شو حكينا والابر مولر والبري مولر كوميونيكيشن بتصير كرونيك. الكرونيك هي الفيستولا اذا مس جادجمنت للفورسز كمان بالاليفيتر اوقات ممكن ادفش توت شوي على الساينس ما بعمله كومبليت ديسلادجمنت بس اذا اندفش شوي وكسر البون قبل ما اشيله وما اندفش كومبليت للساينس كمان رح يرجع يعمل كوميونيكيشن بعد ما اقدر اشيله للتوث. اوكي فبدي انتبه اذا هولي بشكل عام بس سكر الساينس ممكن اعطي نيك دي كونجستنت للمريض. اذا كان في بيري ايبيك ليجن كرونيك انفكشن بعطي انتي بايوتكس كمان. اوكي وذاتس ات. كيف بتاكد على الراديوغراف تو دايمنشنال راديوغراف بتعطيني صوره شبه اكيد مش اكيد 100% لانه تو دايمنشنال راديوغراف هي اونلي تو دايمنشنال ما انه 3 دايمنشنال. في اشياء بشوفها سوبر امبوزد على اشياء تانية. اوكي 3 دايمنشنال راديوغرافيا تعطيني 100% اذا صار عندي كوميونيكيشن اي او لا او قبل الاكستراكشن اذا ممكن يصير عندي كوميونيكيشن اي او لا تعطيني 100% knowledge شو حيصير. التو دايمنشنال كتير بتساعد هو قبل ما فيها تعطي 100%. كيف بتأكد كلينيكلي؟ بطلب من البيشنت تو كلوز هيز نوستريلز سكر فتحات مناخيره وخشمه يعني. اوكي تو بلو اوت جنتلي مش بقوه. اذا دفخ بقوه اذا كان الساينس ممبرين مبين هاو ايفر
منه مخزوق الساينس ممبرين، يعني بعده الساينس ممبرين او الشنايدريان ممبرين عامل بارير بين الساينس وبين الاورال كافيتي، اذا هي بلود اوت فيجرسلي بقوه رح ينخزق الشنايدريان ممبرين، فبطلب من المريض تو بلو اوت جنتلي، بحط المرر اجينست ذا سوكت، ممكن نشوف بابلنج للبلد من قلب السوكت، ممكن نشوف ممكن يصير في شوتينج للاير، اسمع صوت الهواء عم يطلع، اذا مهدى كوتون بلت على بتويزر اجينست ذا سوكت بلاقيها اتجت ديفلكتد. اوكي، وبشوف اوقات فوجنج على المرر، المرايه بتغشي بصير عليها ضباب. اوكي، وقلنا السيرجيكال كوركشن اذا كان اكثر من 2.5 ملي، او حتى اوقات اذا كان بين ملي و2 ملي بحط كولاجين بلاج، اوكي كولاجين سبونج، وبقطب عليها. اذا اقل من 1 ملي بس بدي اشدد على القصص اللي خاصه بالهيموستاسيس، افويد نيجاتيف بريشر، كل هالاشياء يسويها باثنين يعني، حتى بس كون حاطط كولاجين سبونج مقطب عليها، ما يشرب بالسترو، ما بالقش بالشانيمو، ما بعرف شو يسموه سترو اسمه بالانجلش. اوكي، او ذاتس ات. في شيء بعد بدنا نحكي هون مينلي؟ ما بعرف كيف بدي قلت لكم شيء بعد عن كيف بنعالج الاوبننج بالساينس، هلا اذا تذكرت برجع بقول لكم اياه. الترزمس هي الانابيليتي انابيليتي تو اوبن ذا ماوث، بصير في عندي ليميتيشن بالماوث اوبننج. بنشوفها نحن عم نعمل سيرجيكال اكستراكشن، نحن عم نعمل اكثر شيء للور امباكتد توث او لاي توث طولنا بالشغل، ما ريحنا المريض، صار في تروما بالدي ام جي ريجن. اوكي، هيدا ممكن ينتج عنا تريزمس، المريض ما بيعود يقدر يفتح تمه، بيكون صار في انجري او تروما للمسلز اوف ماستيكيشن اللي هن مسؤولين عن الاوبننج وعن الكلوجر، ممكن يكونوا سكندري للاديما لهيماتوما بين المسلز اوف ماستيكيشن، عملت بريشر عليهم، inflammation بالsoft tissues كمان ضغط عليهم، trauma للmuscles of mastication، trauma للتي ام جي، arthritis بالتي ام جي، هو كله ممكن يسببوا trismus. منشوفها كتير نتيجة repeated injections بالinferior alveolar nerve block. اوكي، منكون عم نضرب بالmedial pterygoid muscle، needle بتكون traumatizing medial pterygoid muscle، خاصة اذا عطيت كذا كذا needle prick وضربت الميديال تريجويد، فهيدي ممكن يتسبب بترزمس حسب الكوز. اذا بس تروما بدي اعطيه بين كيلرز، بدي اطلب من المريض يعمل بشكل عام اي تريزمس، اذا كان نتيجه انفكشن بدي اعطيه، او هيماتوما بدي اعطيه للبيشنت انتي بايوتكس، اذا مش نتيجه هيماتوما او انفكشن ما في داعي اعطي انتي بايوتكس. اثنين، اذا كان تروما نتيجه تروما او انفكشن، بطلب من المريض يعمل جنتل مساج للاريا، نحط ابلكيشن اوف هوت فومنتيشنز، يحط كمادات مي سخنه دافيه من برا، يعمل فيزيوثيرابي، يستخدم الودن تانك ديبريسر، هيدي الخشبه اللي بتفتح التم اللي بيفحص فيها البيدياتريك بيشنت البيدياتريك دنتست الاطفال، بنحطها بين التو جوز، ونطلب من المريض يصير يفتح ويسكر كل فترة لحتى يرجع الفانكشن، وكمان بنطلب منه يعمل اكستر لاترال اكسكيرجنز، اوكي، لحتى يرجع الموفمنت. السينكوبي او الفينتينج هي معناتها الكولابس على الدنتل تشير. اوكي، البيشنت بيشتكي من ديزينس، ويكنس، نوجا، اوكي، لايت هيدنس، البيشنت بيصير السكن تاعته بتصير سواتي، اوكي، بتصير بيل وكول، بيصير يتعرق، بتصير الاكستريميتيز والسكن تاعوله بيل، لونه اصفر، او بحس ببرد وباردين، بيصيروا نتيجه البلد سبلاي ما عم يوصل بشكل كويس. ليتر اون بيصير في لوس اوف كونشسنس، ببعض الاحوال بيصير في episodes of convulsion، يعني تقلصات عنده، بصير يشد ويرخي، بشوف المريض بيفوت ب episodes of convulsion، هيدي بتكون secondary نتيجة ال cerebral ischemia، الدم ما عم يوصل بشكل كويس على البرين.
اوكي، ولانه الهارت ريت، مش الهارت ريت خف، الكاردياك اوتبوت خف، يعني الدم من القلب يلي عم يطلع باتجاه البرين بيكون خف. هيدي بحاله الانكزايتي السمباثاتيك نيرفس سيستم بيشتغل، مثل بس الواحد يحس بخوف شديد او ببانيك شديد او يسمع خبر ما منيح او يفوت لا سمح الله باكسيدنت او بمشكل، السمباثاتيك نيرفس سيستم بيشتغل. السمباثاتيك نيرفس سيستم الشغل تاعه هو يزيد الفلو باتجاه الفلو اوف بلاد باتجاه سكلت المسلز اللي هي الفايت اور فلايت مود، يعني بفوت فيها الانسان، بنسميها ما بعرف اذا بتتذكروها، لازم تكونوا دارسينها بالفيزيولوجي، بس نتيجه انه موجود على الدنتل شير المريض ما لح يتحرك، فبيكون ان ارستنج بوزيشن، بالتالي الدم الاكسس يعني عم بيروح على السكلت المسلز ما عم يتكسر عبر المسل موفمنت، ما عم يرجع، الفينس ريتيرن ما عم بيكون عالي باتجاه الهارت is resting، فبصير في increased volume of blood بالskeletal muscles it remains there، وبالتالي بصير في decreased بالvolume of blood pumped by the heart to the brain، وبالتالي بنفوت بcerebral ischemia والpatient بيفقد الوعي. اوكي، ثم انا decreased cerebral flow lightheadedness dizziness tachycardia palpitation pounding of the heart، يعني القلب بصير عم بدق بقوة كتير، هيدي بنقلها الفاسو ديبريسر سينكوبي. لما نشوف هيك ساينز على البيشنت لازم نوقف دغري الشغل قبل ما البيشنت بيكمز انكونشس، نرجع ظهر الكرسي لورا، نزيح ظهر، نزيح وجه المريض، يعني نرد الكرسي لسوباين بوزيشن، نجلس ظهر الكرسي، نرجع بالأحرى من نايم ظهر الكرسي على الآخر، منميل راس المريض على ميل، ما نخليه على الميد لاين لحتى السلايفا أو الفوميتس إذا طلع ينزل out of the mouth، ما يرجع لورا على اللارينكس ويعمل suffocation للبيشنت. ممكن عليله إجري للبيشنت حتى زيد ضغط الدم على القلب، وبالتالي من القلب يرجع يطلع على البرين، والقلب بيصير على مستوى البرين، بالتالي بنخفف ال strength of the contraction، يعني قوة البامب تاعيت الهارت ماسل بتخف، ما بتعود، ما بيعود بدنا نفس، بيصير بده أخف contraction on contraction، ما بدنا قوة contraction كبيرة للقلب يقدر يوصل الدم على البرين. اوكي، بس يكونوا على نفس الليفل بيكون اهين، بس يكون المريض نايم، غير بس يكون المريض جالس بيكون بده يعمل مور سترونج بامبينج الهارت لحتى يوصل الدم على البرين. مثل ما قلنا الايرواي شود بي مينتيند، ات شود بي بيتنت دايما ايرواي، لهيك بزيح تم المريض بالاحرى فيس المريض على جهه من الجهات، ما تخليه على الـ على الـ بالـ بالنص، يعني حتى يطلع الـ vomitus أو الـ saliva out of the mouth وما يعملوا suffocation للـ patient. المريض لازم يرجع، كمان ممكن أعمله stimulation بالأروماتكس بإشياء عندهم رائحة أوكي للـ patient، بشممه ألكوهول، بشممه أمونيا، بشممه أي شيء عنده ريحة قوية يعمله stimulation ويفايقه للمريض. لازم الـ patient ترجع له الـ consciousness within 1 to 2 minutes. أوكي، إذا طول أكثر من هيك ممكن فكر إنه صار في respiratory cardiac arrest، وساعتها دغري بطلب الـ emergency. Thank you. خلينا نستعرض الـ complications الثانية بشكل سريع.
مثل ما انا بدي اميز بين الاوبريتيف والبوست اوبريتيف، شو الاشياء بتصير ديورينج اوبريشن، شو الاشياء بتصير افتر. مثل الانفيزيما ممكن تصير بتصير اوبريتيفلي، الهيمرج ممكن يكون اوبريتيف اذا نتيجه انتي كواجولنت انتي بليتلت، هون بيصيروا جرحت عملت انجري او لاسيريشن للانفيريور الفيولر فاسز، عملت انجري لل جريتر بالاتاين فاسز، ممكن تكون ديليد بعد ما يروح المريض اذا ما اهتم بالهيموستاتيك ميجرز، ما قطع الشاشه بشكل كويس، ما اخذ الهيموستاتيك ميجرز البروبر. اذا كان في عندي ليجن مش منظفه كليا، كمان اذا كان عنده ثرومبوسايتوبينيا المريض، كمان هول بنعتبرهم شوي ديليت، لانه بعد ما يفل المريض على البيت ما حيوقف البليدنج، اوكي، ما بيكونوا بس اوبريتيف. اوكي، فراكتشر لاكسيشن حكينا عنهم، سوفت تيشو انجريز حكينا عنهم، فراكتشر اوف الفيولر بروسس فيلوسيتي. DMG فيكم تقرون هول شوي من هيدي اللكتشر كمان اذا بتحبوا، لحتى تعرفوا هيدي الانفيزيما اللي بتصير اوبريتيفلي، اوكي، بتختفي لحالها بعد 2 ل 4 دايز. هول النيرف انجريز الاتيولوجي تاعهم كمان فيكم تقرون شوي من هون، الفيزيوثيرابي والانرجيستكس انتي انفلاماتوريز، المصر ريلاكسنت كمان بنعطي مصر ريلاكسنت للتريزمس، هيماتوما الاكيموسيس الاديما. دراي ساكت البينفول بوست اكستراكشن ساكت ما حكينا عنه، اوقات بيروح المريض عم بحس ببين بيكون نتيجه شارب مارجن او شارب بون، بس في المريض والانستيزيا ويرز اوف، يختفي مفعول الانستيزيا، التروما للشارب بون على التيشوز بتعمل بين، بده يرجع المريض لاعمل سموثنج للمارجنز. اوكي، بوست اكستراكشن جرانيولوما ممكن تصير بعد 4 ل 5 ايام نتيجه وجود فورين بادي داخل الساكت. اوكي، الحل بيكون انه اعمل له اكسجن لهيدي الهيماتوما، هيدي بوست اكستراكشن مش بريدونتال او بريابيكال جرانيولوما مثل اللي كنا شفناها ب بالامباكشنز اي ثينك، لا بالاكستراكشن مش مثل البايوجينيك جرانيولوما، سوري، هيدي بوست اكستراكشن، هيدي بعد اكستراكشن. هيك البايوجينيك بتطلع على الجنجفا، قلت لكم حاطينا ببغداد انه هديك بدنا نعمل اكستراكشن للتوث، انا قلت لكم بحياه عمليه بتعرفوا تعملوا لها اكسجن، تعملوا سكيننج او كلينينج وبتشيلوا الشارب مارجن تاع التوث تاع فيلينج، بتنحموه بيمشي الحال. لبغداد البايوجينيك انديكيشن تاع الاكستراكشن. هلا هيدا عم نحكي عن غير نوع جرانيولوما اللي هو البوست اكستراكشن جرانيولوما، انتبهوا ما تغلطوا بين عنوانين. بوست اكستراكشن جرانيولوما بعد الاكستراكشن باربع لخمس ايام بيكون في رامننتس من الفورين بوديز، امالجام، كالكولس، وات ايفر باقيين بقلب الساكت، هولي بيعملوا هيدي الجرانيولوما، بدي شيلها، I have to excise it، بدي اعمل debridement للالفيولس، اوكي، واعمل شوية irrigation and that'll do. dry socket. الwound infection اوقات بيصير بعد الشغل لانه استخدمت infected instruments او نتيجة في systemic diseases عند المريض وما انتبهت لهم، مثلا ديابيتس وما اعطيته بروفيلاكتيك انتيبيوتيك. اوكي، ولازم بس نحس فيها مثل ما قلنا. نعطي بروفيلاكتيك انتيبيوتيك للمريض. خلصنا اللكتشرز تعول الكومبليكيشن، بعد عنا الانفكشن كنترول. اوكي.